متابعي اليوم السابع في كل مكان، احنا بنرصد لكم الحاله المروريه على الطريق الدائري والمحور الرابطه بين محافظتي القاهره والجيزه. زي ما انتم شايفين حاله من الانتظام المروري على الطريق الدائري في الاتجاهين للقادم من مناطق الاقاليم والطريق الزراعي ومناطق السلام والمرج اتجاه المريوطيه وحمص، مناطق البساتين والمنيب والتجمعات. وكذلك الامر في الاتجاه الاخر يشهد حاله من الانتظام المروري للقادم من مناطق المريوطيه اتجاه مناطق السلام، وسط انتشار الخدمات المروريه على كافه الطرق والعمل على تسهيل حركه السيارات واعاده نظمها مره اخرى. اداره المرور بتقوم بعمليه متابعه بصفه مستمره لحركه السيارات على كافة قطاعات الطرق للعمل على إزالة أي معوقات مرورية سواء كانت أعطال للسيارات أو حوادث مرورية. دايما شايفين حالة من الانتظام المروري على في الاتجاهين. إدارة المرور بتقوم بعمليات متابعة مستمرة لحركة السيارات على كافة قطاعات الطرق للعمل على تسيير حركة السيارات وإعادة تنظيمها مرة أخرى. وفي عندنا بعض الكثافات المرورية على الطريق الدائري صباح اليوم أثناء توجه المواطنين إلى أماكن عملهم، منها القادم من مناطق صفت بسبب وجود اعمال توسيع على الطريق الدائري وصولا الى منزل محور 26 يوليو اتجاه مدينة نجد. في برضه عندنا بعض الكثافات المروريه بسبب توسيع الطريق اعلى مناطق البساتين واماكن التجمعات. في عندنا بعض الكثافات المروريه للقادم من مناطق المرج والسلام اتجاه مناطق الوراق. كان في عندنا برضه بعض الكثافات المروريه لبعض المحاور الرابطه بين محافظتي القاهره والجيزه، منها كوبري اكتوبر للقادم من مناطق المهندسين اتجاه مناطق وسط المدينه، وكذلك الامر على كوبري 15 مايل للقادم من مناطق وسط المدينه اتجاه مناطق المهندسين والدقي. في عندنا برضه بعض الكثافات المرورية على كوبري عباس للقادم من مناطق الجيزة اتجاه مناطق كورنيش النيل ومناطق مصر القديمة والمنيا. كان في عندنا برضه بعض الكثافات المرورية على أعلى محور 26 يوليو للقادم من مناطق الشيخ زايد ومدينة السادس من اكتوبر اتجاه مناطق المهندسين ومناطق الجيزة وصولا الى مناطق الكورنيش. دايما ادارات المرور بتقوم بعمليات متابعة مستمرة لحركة السيارات للعمل على تسيير حركة السيارات بصفة مستمرة ورفع اي معوقات مرورية تظهر اعلى الطرق. إدارات المرور بتقوم بعمليات متابعة مستمرة لحركة السيارات للعمل على تنظيمها، وبمجرد رصد أي أعطال للسيارات أو وقوع أي حوادث مرورية يتم انتقال الخدمات المرورية إليها مصحوبة بالأوناس وسيارات الإغاثة للعمل على رفع أي حوادث مرورية يتم رصدها. وكذلك الأمر ساعات المواطنين من منطقة ثلاث سياراتهم لاستكمال الرحلة المرورية التي يقصدونها. إدارات المرور كثفت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من نشر الحملات المرورية على كافة قطاعات الطرق والمحاور الرابطة بين المحافظات
للعمل على رصد المخالفات المرورية. ومن أبرز المخالفات التي يتم التشديد عليها أثناء السير على الطرق منها السير عكس الاتجاه والاتجاه للدورانات غير شرعية، وعدم الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، والسير بسرعات جنونية، والتخطي الخاطئ، وعدم ربط حزام الأمان، والانتظار في الممنوع.